تم اليوم القيام بجولة نهرية في نهر دجلة من جسر محمد القاسم وإلى ملتقى نهر إديالة بصحبة السيد وزير الموارد المائية والسيد مدير عام دائرة كري الأنهر وممثلي تشكيلات الوزارة في محافظة بغداد للاطلاع على التجاوزات اللي حاصلة على ضفاف النهر، وكذلك للقيام بأعمال التصاميم الحجرية للطريق لضفة النهر الموازية لطريق السندباد. تم القيام بأعمال التصاميم للتكسية الحجرية والكورنيش الموازي لهذا الطريق المهم والحيوي في نهر دجلة. بما أنه نهر دجلة هو جمالية تكون لمدينة بغداد، فيتم حاليا قيام مركز دراسات والتصاميم الهندسية بإعداد النموذج الرياضي لنهر دجلة من جسر السنك وإلى جسر الجادرية من أجل القيام بأعمال التصاميم للكورنيش لهذا النهر الحيوي والمهم ولهذه المسافة فقط. هناك أعمال أخرى أيضا يقوم المركز بإعداد الدراسات والتصاميم لها، وهي عبارة عن السد جنوب مدينة بغداد، فتم حاليا القيام بإجراء جولة نهرية لتحديد موقع هذا السد الغاطس من أجل رفع منسوب نهر دجلة داخل مدينة بغداد. دكتور حنان حسين عبود، مدير عام مركز دراسات والتصاميم الهندسية.